السعودية تفاجئ الجميع وتصدر أول قرار صادم بشأن الشيخ سلطان العرادة محافظ مأرب. وصلت المملكة العربية السعودية تحركاتها التي تستهدف بها قيادات حزب الإصلاح في إطار مساعيها مع الإمارات لإزاحة الحزب من المشهد اليمني. وكشفت مصادر مقربة من معين عبد الملك عن توجيهات صادرة عن السلطات السعودية بتجميد عدة حسابات بنكية تابعة لمحافظ مأرب سلطان العرادة. وأوضحت المصادر أن ما تم مصادرته هي تجاوز 354 مليون دولار تابعة للعرادة، كانت مودعة في بنوك سعودية باسم محافظ مأرب الشيخ العرادة. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام على تداول معلومات في وسائل إعلامية عن احتجاز العرادة برفقة عدد من أعضاء المجلس الرئاسي واستجوابه من قبل الاستخبارات السعودية الذين أبلغوه بتقديم استقالته من منصب المحافظ.